برحب بحضراتكم مشاهدينا في حلقة جديدة من نبض الكرازة في معادنا الأسبوعي اللي بيتجدد مع حضراتكم كل يوم خميس في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. حالا هبدأ مع حضراتكم بأهم عناويننا. قداسة البابا طوادروس الثاني يشارك في حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية وكلية الشرطة. قداسة البابا يفتتح العام الدراسي الأول لمعهد الكتاب المقدس بإسكندرية. قداسة البابا يشهد عرض مشروع خادم بكرة بإسكندرية. برحب بحضراتكم مشاهدينا مرة تانية وفي تفاصيل أخبارنا اللي هنبدأها مع حضراتكم بأن قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرؤوسية قال عظته الأسبوعية في اجتماع الأربع امبارح من كنيسة القديسة العذراء مريم القديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرؤوسية بالعباسية، واستكمل قداسته السلسلة التعليمية الجديدة قاموس زيجة، ويتناول جزء من الكتاب المقدس من سفر الأمثال، وأشار إلى أهمية دور الأب في الأسرة المسيحية، وأخذ من الآية اللي بتقول كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح شعار للأب المثالي، وبدأ بتعريف لكلمة أب كرمز هام في حياة الأسرة. السلسلة دي هي تاني السلاسل التعليمية الخاصة بالأسرة المسيحية، وده جه بالتزامن مع إطلاق عام أسرتي مقدسة اللي جه كتوصية من المجمع المقدس للكنيسة في يونيو اللي فات، وترسيخ لمبادئ وقيم الأسرة المسيحية السوية كما قال قداسته في الحلقة الأولى من السلسلة اللي كانت بتاريخ 15 يونيو اللي فات. قداسة البابا طوادروس الثاني قابل كمان في المقر الباباوي بالقاهرة امبارح نيافة الأنبا أبولو أسقف إباشية سينا الجنوبية، وخلال المقابلة قداسة البابا ناقش معاه ترتيبات مشاركة الكنائس المصرية في الصلوات المسكونية، ودي هتتعمل في ضيافة الإباشية بالتزامن مع انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 اللي هتستضيفها مدينة شرم الشيخ في شهر 11 اللي جاي. قداسة البابا طوادروس الثاني قابل في المقر الباباوي بالقاهرة امبارح نيافة المطران أرام أتاشيان قائم مقام مطران تركيا للأرمن واللي بيزور مصر دلوقتي. قداسة البابا رحب بنيافة المطران واتمنى ليه زيارة مفرحة لمصر، وأشاد قداسته بالعلاقات الوثيقة اللي بتربط الكنيستين، الكنيسة القبطية والكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، وعلاقة المحبة اللي بتجمع قداسته ببطريرك الأرمن الأرثوذكس في أرمينيا. قداسة البابا اطمن على خدمة نيافة المطران الرعوية في تركيا وعلى أحوال أبناء الكنيسة الأرمينية هناك، ده كان بحضور مطران الأرمن الأرثوذكس في مصر وإفريقيا وعضو مجلس إدارة بطريركية الأرمن بمصر. قداسة البابا طوادروس الثاني قابل في المقر الباباوي بالقاهرة يوم الثلاث اللي فات نيافة الأنبا بسنتي أسقف إبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، وخلال اللقاء الأنبا بسنتي عرض على قداسة البابا عدد من الملفات والأمور الخاصة بالخدمة الرعوية في الإبارشية. قداسة البابا طوادروس الثاني قابل في المقر الباباوي بالقاهرة يوم الثلاث اللي فات نيافة المطران مير إفرام إيلي وردة مطران لإبارشية القاهرة للسوريان الكاثوليك والنائب البطريركي للسودان، وده بعد تنصيبه من فترة ومعاه وفد من مطارنة الكنيسة السوريانية الكاثوليكية اللي شاركوا في تنصيبه. وخلال المقابلة قداسة البابا رحب بالأب المطران الجديد وهناه بمنصبه الجديد وأعرب عن أمنياته للعمل مع بعض في المستقبل. قداسة البابا أشار كمان إلى علاقة المحبة اللي بتجمعه بغبطة البطريرك مير إغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك أنطاكيا للسوريان الكاثوليك، وفي نهاية اللقاء قداسة البابا أهدى ضيوفه بعض الهدايا التذكارية، وده كان بحضور راهب القس كيرولوس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.
قداسة البابا طيدروس الثاني قابل في المقر البابوي بالقاهرة يوم الثلاث اللي فات نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف رئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو. وخلال اللقاء الأنبا أرسانيوس عرض على قداسة البابا عدد من الملفات الخاصة بالدير، وجدير بالذكر أن اللقاء ده بيعتبر الأول بين قداسة البابا ونيافة الأنبا أرسانيوس من ساعة ما اترسم أسقف رئيس للدير في شهر 6 اللي فات. قداسة البابا طيدروس الثاني قابل في المقر البابوي بالقاهرة يوم الثلاث اللي فات نيافة الأنبا يوستوس أسقف رئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر بعد رجوع نيافته من الولايات المتحدة الأمريكية، وناقش مع قداسة البابا عدد من الأمور الخاصة بخدمته. قداسة البابا طيدروس الثاني قابل في المقر البابوي بالقاهرة يوم الاثنين اللي فات نيافة الأنبا إيسودوروس أسقف رئيس دير القديسة العذراء مريم البراموس بوادي النطرون. وخلال اللقاء الأنبا إيسودوروس عرض على قداسة البابا عدد من الموضوعات الخاصة بالدير. قداسة البابا طيدروس الثاني حضر يوم الاثنين اللي فات حفل تخرج طلبة دفعة 2022 من كلية الشرطة اللي اتعمل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار قيادات الدولة في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة. قداسة البابا طيدروس الثاني افتتح يوم السبت اللي فات العام الدراسي الجديد لمعهد الكتاب المقدس التابع للكلية الإكليريكية بإسكندرية. الحفل بدأ بكلمة ترحيب من القمص أندراوس متى وكيل الكلية الإكليريكية، عرض خلالها رؤية وهدف المعهد في أولى أعوامه الدراسية. والقس كيرولس رشدي مدير المعهد الكلمة شرح فيها مراحل تأسيس المعهد واللي بيعتبر من أبرزها توقيع وثيقة إنشاء وتأسيس المعهد تحت إشراف ورعاية أسرة خريجي الكلية الإكليريكية، حيث يمنح المعهد لخريجي درجة الدبلومة. أجرى بعدها بعض طلبة الرعيل الأول من المعهد حوار مفتوح مع قداسة البابا شمل أسئلة روحية وكتابية وشخصية في حياة قداسته، وده كان بحضور الأنبا إيلاريو الأسقف العام لكنائس قطاع غرب إسكندرية والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق إسكندرية والقمص إبرقام إيميل وكيل البطريركية بإسكندرية. وتابع افتتح قداسة البابا طيدروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يوم السبت الماضي معهد الكتاب المقدس بمقر الكلية الإكليريكية في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، واللي بيعد أحدث المعاهد الكتابية في مصر وهدفه خلق جيل واعي وفاهم كافة تفاصيل الكتاب المقدس في ظل التسليم الآبائي اللي بتسير على نهجه كنيستنا القبطية الأرثوذكسية. النهاردة كان يوم مفرح جدا بوجود سيدنا قداسة البابا لافتتاح معهد الكتاب. طبعا ده كان حلم كبير قوي لكل الخريجين من الكلية الإكليريكية ان اسكندرية منار التعليم يكون فيها معهد الكتاب المقدس، والحلم النهاردة اصبح حقيقة بوجود قداسة البابا كان بيدي اول محاضرة للمعهد، وحقيقي فرحنا كتير جدا بوجود قداسة البابا. النهارده احنا كنا يعني في قمة فرحنا بوجود قداسة البابا الأنبا طيدروس الثاني معانا في المعهد. وجوده كان يبعث جوانا الابتهاج، وبصراحة يعني متعنا كتير بالكلمة اللي قالها، كلمة مليانة بكنوز من الكتاب المقدس. كعادة قداسة البابا دايما يعطينا كنوز ولقالق من داخل الكتاب. إنشاء المعهد كان ثمرة من أسرة خريج الكلية ثم مركز البابا كيرلس عمود الدين، وطلبنا من قداسة البابا إنشاء معهد، فالبابا وافق على إنشاء المعهد، ومن هنا بدأنا في الترتيبات والتحضيرات. وهو طلب مننا قداسة البابا أن يكون في اختبارات واختبارات قوية للطلبة، فبدأنا نعمل اختبار تحريري واختبار في الذكاء واختبار تحليل شخصية بسيط خالص علشان نعرف المتقدمين للمعهد ميولهم ايه، يقدروا يفيدوا المعهد في ايه، هل عندهم السمات اللي ممكن بعد ما يتخرجوا من المعهد يقدروا ان هم يكونوا معيدين وخدام بالمعهد اللي هم تخرجوا منه ولا لا. وكان قدامنا تحدي كبير ان العدد الناس المتقدمة للمعهد كان كبير جدا، واحنا محكومين بعدد معين عشان قاعات المحاضرات،
فمن عدد كبير فات يعني عدى المئات، اخترنا 180 او 83 بالضبط طالب ودارس. بدأ الحفل باستقبال طلاب المعهد لقداسة البابا والآباء الأسقفة بالملابس البيضاء، تعبيرا عن سعادتهم بتواجد قداسة البابا، اللي أكد في كلمته الافتتاحية إن دراسة الكتاب المقدس بشكل متخصص أمر مميز، لكنه بيحتاج لتعب وجهد علشان يقدر الدارس يحصد ثمره. حاجة شيقة جدا إن احنا نكون من طلاب طبعا معهد الكتاب المقدس، حاجة حلوة قوي طبعا إن سيدنا يفتتح المعهد بنفسه النهاردة. طبعا أخذنا بركة كبيرة، رد على أسئلة كتيرة جدا، كانت المحاضرة بتاعته محاضرة شيقة جدا، دراسة متخصصة متعمقة في الكتاب المقدس، فطبعا كانت لازم تجذبنا إن احنا نقدم في المعهد، وده يعتبر بكورة الطلاب في معهد الكتاب المقدس. إن نشكر ربنا، ربنا أعطانا نعمة في عين الآباء، والنهاردة حضرنا الافتتاح الرسمي مع سيدنا قداسة البابا. دورنا مع الطلبة إن احنا بنساعدهم في التواصل المحاضرات مكتوبة أو مسموعة أو حتى مرئية، أي سؤال الطلبة، أي محاضرات بيحتاجوا إن هم يصوروها، أي حاجة ممكن يكونوا محتاجوها احنا بنكون في خدمتهم يعني. قدم قداسة البابا محاضرة للطلاب شدد فيها على ثلاث نقط هامة في الكتاب المقدس، وهي إنه كتاب ثابت وواضح وراسخ ولا نقبل التشكيك فيه، ليفتتح بعدها قداسة البابا العام الدراسي واللي بيتم على 4 فصول دراسية يجتازها الطالب للحصول على دبلومة الكتاب المقدس، واللي بيتاح بعدها التسجيل للحصول على درجة الماجستير من الكلية الإكليريكية بالإسكندرية. قداسة البابا طودروس الثاني حضر يوم السبت اللي فات بمسرح المقر الباباوي في الكاتدرائية المرقسية بإسكندرية عرض لمشروع برنامج لإعداد أبناء الكنيسة للخدمة منذ مرحلة مبكرة بمنهج روحي وكتابي وكنسي متطور في المهارات الخاصة والإبداع بعنوان خادم بكرة حلم بكرة للكنيسة. وده كان الموسم الأول اللي بيستهدف أبناء كنايس قطاع وسط إسكندرية من أولاد وبنات الصفين الخامس والسادس الابتدائي، وده بهدف إعداد خادم أرثوذكسي واعي وناضج بمنهج روحي كتابي كنسي متطور في المهارات الخاصة والإبداع. العرض بدأ بكلمة من القس يوحنا وديع مسؤول خدمة ابتدائي بالقطاع، وبعد كده تم تقديم عرض من خدام البرنامج عن رؤيته وهدفه، وبعدها قدم عدد من المشاركين عرض المشروع حضور البرنامج وناقشهم قداسة البابا في المشروعات المقدمة. وبعدها قداسة البابا قال كلمة بعنوان اجتهد احلم اخدم، وبعدها تم توزيع شهادات التقدير على الخدام والمشاركين. وحضر اللقاء الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنايس قطاع غرب اسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنايس قطاع شرق اسكندرية، والقمص إبراهام إيميل وكيل البطريركية باسكندرية. ولمزيد من التفاصيل بينضم إلينا هاتفيا الدكتور مينا رمسيس صاحب فكرة مشروع خادم بكرة. برحب بحضرتك يا دكتور معانا. انت خير، اهلا بيكي، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. فكره خادم بكره يعني التايتل نفسه او العنوان نفسه يعني لفت انتباهنا قوي، كلمنا عن فكره المشروع وايه هي الخطوات الاولى للمشروع. فكره المشروع زي ما كده باين من العنوان، يعني احنا يعني كان الهدف ان احنا نعد خادم روحي كنسي معاه كل التول والمهارات اللي تفيده في المستقبل ان هو ازاي يقود الخدمه في الكنيسه بفكر متطور وفكر حديث، يقدر الفكر ده يتواكب مع المتغيرات اللي بتحصل في العصر، يعني نتيجة الميديا والإنترنت اللي بتدور حوالينا يعني. تمام. طيب الفكرة بقى يعني بدايتها كانت جت مع حضرتك ازاي؟ فكرت فيها ازاي؟ هي بداية الفكرة بصراحة أنا اتكلفت في الكنيسة عندي، يعني أنا من كنيسة ماري جيرجي سيديشر في اسكندرية، فأنا اتكلفت في الكنيسة إن أنا أعمل برنامج تحضيري لأولاد رابعة وخمسة وستة ابتدائي، فأثناء إن أنا بحضر أنا طول عمري خدمتي في خدمة شباب بصراحة، فأول مرة بقالي فترة كبيرة ما احتكتش بالسن بتاع رابعة وخمسة ابتدائي، فلما ابتديت أجهز وأحضر للبرنامج ده حسب ما كان مطلوب مني من آباء الكنيسة،
يعني وانا بعمل بقى اناليسيس وتحليل واشوف السن ده يعني دلوقتي تفكيري وصل لفين وهم وصلوا لايه وبيفكروا ازاي وعقلهم بيعمل ازاي. حسيت ان يعني ولاد رابعه وخمسه ابتدائي دلوقتي وفي سته ابتدائي اللي هي مرحله ابتدائي كبير بيدرسوه في المناهج الدراسيه بتاعتهم واللي بيعملوه وبيطلب منهم في المدارس بيطلب منهم بروجكتس وبيطلب منهم ريسيرشز وبيطلب منهم ابحاث. فحسيت ان سن رابعه وخمسه ابتدائي دلوقتي مش زي ما احنا كنا زمان. لا السن ده دلوقتي بقى خلاص بقى كبار وواعيين وناضجين وعندهم تولز وادوات يعني للعصر اكتر مننا بكتير واكتر ما كنا احنا يعني ايامينا كده على سنهم يعني. فصراحه يعني الفكره يعني اللي انا شفته قدامي ده يعني ما يعني الهمني ان احنا بصراحه لازم نبدا نعد الولاد. احنا لو ما ابتديناش نستغل الفكر ده وال يعني النضوج اللي حاصل في الولاد في السن ده من بدري ان احنا نعدهم يكونوا قدام المستقبل فاحنا بنضيع سنين من عمر الولاد ومن عمر الكنيسه من غير ما نستغلها بطريقه صح. ده حقيقي. فمن هنا جت الفكره يعني ان احنا نبدا نعمل اعداد للولاد الصغيرين دول. ازاي بقى يا دكتور؟ يعني حضرتك قول لي هتعملوا ايه وامتى؟ يعني مثلا اثناء الدراسه هل هي مناهج بتتم الولاد بيقوموا بدراستها؟ هتعملوا ايه؟ هيكون شكله ازاي يعني البرنامج؟ هو ده كان عباره عن احنا التجربه الاولى كانت على مستوى كنائس قطاع وسط اسكندريه. قطاع وسط اسكندريه هو مسؤول عنه قداسه البابا وبيساعده ابونا الوكيل ابونا دعام امين. طبعا الفكره كلها كانت بدعم كامل من ابونا دعام وقداسه البابا. فبدانا في القطاع ده، القطاع ده تقريبا فيه 10 كنائس. فبدانا ان احنا نعمل سيلكشن من كل كنيسه لاربع ولاد واربع بنات. انتوا اللي بتختاروا الولاد مش الولاد هي اللي لا طبعا احنا عملنا اجتماع مع امناء خدمات ابتدائي في الكنائس. هما اللي رشحوا الولاد اقصد يعني؟ بالظبط. قدامهم هم اللي رشحوهم. تم ترشيح اربع ولاد واربع بنات من كل كنيسه في مرحله خمسه ابتدائي. اخذنا الولاد والبنات دول كلهم بتوع ال 10 كنايس وطلعنا مؤتمر اربع ايام في بيت الكارما في كينج ماريو. هو ده المؤتمر اللي بدانا فيه نعد السيزون الاولاني. طبعا احنا عاملين للبرنامج كذا سيزون. البرنامج اللي هم الاربع ايام الاولانيين دول يعتبروا سيزون 1. لسه بعد كده ان شاء الله باذن ربنا الصيف الجاي هيدخلوا نفس الولاد سيزون 2 وهناخد ولاد جداد في خمسه ابتدائي ندخلهم سيزون 1 تاني وهكذا. طيب عايزه اسالك هل بعد كده انتوا طبعا وارد يحصل تغيير وتطوير، هل انتوا ممكن بعد كده تلغوا فكره ان انتوا امين الخدمه بيرشح ولاد ممكن ناخد كثافه الولاد كلها؟ يعني انت خلينا نقول ان احنا بدانا بعدد معين عشان احنا دي حاجه كتست او كحاجه لسه اوليه لسه الموسم الاول زي ما حضرتك بتقول صح كده؟ هل في قدامك خطه دلوقتي ناوي تعملها مثلا تدخلوا كنايس اكبر اعداد اكتر ولا لسه بقى بدايه من السنه الجديده هتبداوا تفكروا في حاجه زي كده؟ لا هو يعني ان شاء الله في خطه وكده بس يعني مش في الوقت الحالي ان شاء الله يعني خيالا عنها يعني في اقرب وقت. بس باذن ربنا ان من اول السنه الجديده في نص السنه هيكون في يعني برضه قطاعات ثانيه من اسكندريه حابه تشارك مش بس قطاع وسط. في كذا اب اسقف اتحمس في اسكندريه ونفسه ان التجربه تتعمل في كنائس القطاع عنده. هي فكره حلوه وجميله. لكن خليني قبل ما اختم مع حضرتك اسالك عن رد فعل قداسه بابا بخصوص المشروع، كان ايه رايه؟ الايه؟ البابا تواترس لما اتكلمت معاه وعرضت عليه الفكره كان ايه رد فعله في المشروع والفكره؟ سيدنا كان مبسوط جدا 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 واخد وقت كبير جدا يوم السبت اللي فات مع الولاد. الولاد يعني اثناء المؤتمر كل مجموعه عملت مشروع، خدوا بروجكت مانجمنت وعرفوا ازاي ياسسوا مشروع. في مجموعه من الولاد عملت مشروع لتطوير مدرسه الاحد، في مجموعه عملت مشروع باسم ليله التنمر، في مجموعه عملت مشروع لدار مطمئن
المسلمين. فسيدنا قعد سمع مجموعة مجموعة وكل مجموعة المشروع بتاعها ازاي وتناقش معاهم وتجاوب معاهم. برضه سيدنا يعني احنا كنا كان في وقت معين محدد والوقت زاد. سيدنا شرح مع الولاد وكان مبسوط جدا جدا ومبهور يعني من ازاي ولاد صغيرين في السن ده قادرين ان هم يقدموا مشاريع بالجمال وبالمستوى ده. فعلا انا بشكرك جدا يا دكتور وبتمنى لك مزيد من النجاح. جزيل الشكر للدكتور مينا رمسيس صاحب فكرة مشروع خادم بكرة. برجيت المنيا احتفلت يوم الثلاث اللي فات بتخريج دفعة جديدة من معهد إقلاديوس لبيب للغة القبطية بحضور الأنبا مكاريوس أسقف الإبرشية، ووصل عدد طلاب الدفعة اللي تم تخريجها ل 67 خريج. ويبدأ الحفل بالكورال القبطي بالإبرشية واللي قدم عدد من الترانيم الروحية باللغة القبطية، ثم ألقيت بعض الكلمات من الأباء والأساتذة مدرسي المعهد مع عرض مسرحي لشخصيات مؤثرة في تاريخ اللغة القبطية. بعد كده تم عرض سكتش عن كلمات عامية من أصول قبطية، ثم كلمة باللغة القبطية ألقاها القس منسة القنص منسة مسؤول المعهد، واختتم الحفل بكلمة لنيافة الأنبا مكاريوس قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنين ليهم دوام الاستمرار في الاهتمام باللغة القبطية وتعليمها. وأعلن يافته خلال كلمته دعمه الكامل لنشاط اللغة القبطية بالإبرشية من خلال عمل لقاءات دورية لمحبي اللغة القبطية وطلبة وخريجي المعهد، وصلاه قداس شهري يتولى خدمته يكون كاملا باللغة القبطية، وإضافة إلى أنشطة متعددة لتفعيل استخدام اللغة. جدير بالذكر أن معهد إقلاديوس لبيب للغة القبطية بالمنيا يعتبر أول معهد متخصص في مجال اللغة القبطية، تم تأسيسه من عام 2014 وتم تخريج 7 دفعات من الدارسين ومحبين اللغة القبطية لغاية دلوقتي. نيافة الأنبا دانيال أسقف إبرشية المعادي وسكرتير المجمع المقدس امبارح سلم دروع وجوائز المشتركين في مهرجان الشباب السنوي تحت شعار عيشوا بالسلام. حفل تسليم الجوائز اتعمل بقاعة كنيسة رئيس الملائكة رفائيل بالمعادي، وشارك في المهرجان 13 كنيسة ب 340 مشارك، واتسابقوا في مجالات الألحان والمحفوظات والأدب والأعمال الفنية والرياضية إلى جانب منهج الكرازة. تحت رعاية الأنبا بخوم أسقف سوهاج والمنشأة والمراغة والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والويلي، نظمت أسرة خدمة الطريق للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بسوهاج مؤتمرها الثالث تحت عنوان معركة حب للأباء الكهنة والخدام والخدمات وأولياء الأمور في الفترة من 6 لغاية 7 أكتوبر بكنيسة القديسين بسوهاج. المؤتمر اتناول عدة موضوعات منها الجنسية المثلية والدراسات المتعلقة بالطب النفسي والميول المثلية والحق الكتابي، لماذا نتناول الموضوع من منظور مدارس علم النفس، التربية الجنسية وتطور الميول الجنسي، بناء الهوية الجنسية، الطفل شديد الحساسية، إزاء الأطفال والأسباب المحتملة للميول المثلية والسمات والأنماط للميول المثلية، الوقاية والرعاية والتدخلات الفعالة. ويشارك بالمؤتمر عدد من الآباء الكهنة والخدام والخادمات وأولياء الأمور. وفي يوم الاثنين اللي فات تم افتتاح قاعة الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المحرة العامر بعد تجديدها على أعلى مستوى أكاديمي بحضور نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير القديسة العذراء مريم المحرة العامر ومدير الكلية الإكليريكية، وأبونا راهب القس أرساني المحرقي المشرف الروحي ووكيل الكلية الإكليريكية وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الإكليريكية وأبناء الدير. وكان يوم مليان بالبهجة والفرحة في إطار اهتمام الدير المحرة العامر بالتعليم والكلية الإكليريكية.
برشيد 6 أكتوبر وأسيمة عملت يوم الجمعة اللي فاتت احتفالية بمناسبة تخريج دفعة جديدة من معهد ماري مرقص لدراسات الكتاب المقدس للسنة دي. الإبرشية احتفلت بتخريج الدفعتين الثانية والثالثة من معهد الرعاية والتربية بفرع 6 أكتوبر وأسيم، وده كان بحضور نيافة الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأسيم. الحفل شمل صلاة عشية وعدد من الكلمات الروحية والثقافية عن معهد ماري مرقص لدراسات الكتاب المقدس ومعهد الرعاية والتربية. نتابع. تحت رعاية قداسة البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وبحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم، نظمت إبرشية 6 أكتوبر وأوسيم يوم الجمعة اللي فات احتفالية بمناسبة تخريج دفعة جديدة من معهد ماري مرقس لدراسات الكتاب المقدس السنة دي. واحتفلت الإبرشية بتخريج الدفعتين الثانية والثالثة من معهد الرعاية والتربية بفرع 6 أكتوبر وأوسيم. بنحتفل بمرور 5 سنوات على إنشاء معهد ماري مرقس لدراسة الكتاب المقدس، والنهاردة حفل تخرج دفعتين والدفعة الثالثة واستقبال الدفعة الخامسة، وأيضا حفل تخرج دفعتين من معهد الرعاية فرع 6 أكتوبر. ربنا يبارك في المعهد أكتر وأكتر، وإن شاء الله يعني الأعداد عمالة تزيد. نشكر ربنا، كان أول سنة 300، دلوقتي وصلوا فوق 500. كانت مقتصرة على أبناء الإبرشية، دلوقتي من جهات كثيرة في أمريكا وأوروبا وكل محافظات مصر، كله بيشترك دلوقتي أونلاين في هذا المعهد، وربنا يبارك. معهد عندنا الدراسة بتبقى عبارة عن دبلومة سنتين بتتقسم على 4 ترمات دراسية حوالي 260 ساعة، بندرس فيها كل أصفار الكتاب المقدس عهد قديم وجديد، وبنغطي كمان بعض الكورسات المهمة بتساعد الدارس أن هو يفهم الكتاب المقدس زي جغرافيا العهد القديم والجديد والخلفيات الحضارية والتاريخية للكتاب، وكمان كورسات مساعدة مدارس الآباء والتفاسير اللي بتساعدنا إن احنا نفهم التفسيرات اللي بتاعت الكتاب المقدس. كمان عندنا كورس مهم جدا اللي هو مدارس النقد، الرد على مدارس النقد والتشكيك للكتاب الموجهة للكتاب المقدس، وكورس عن الدراسة الشخصية للكتاب المقدس وازاي استمتع بدراستي الشخصية وبقرايتي للكتاب المقدس. اتعلمنا حاجات جديدة عن الكتاب المقدس، ضاف لنا اضافات جديدة، كان حتى المواضيع لما كانت بتطرح كانت بتطرح بمنظور مختلف خالص عن اللي احنا اخدناه، سواء كانت دراسات بنقراها في كتب او عظات بنسمعها، الموضوع كان مختلف خالص في المعهد، انهم كانوا بيحاولوا يدخلونا الاعماق الكتاب المقدس عشان ندوق حلاوه الكلمه. حقيقه كنت بفتكر ان مادام عرفت اقرا الكتاب المقدس والتفاسير موجوده في كل حته ده هيبقى كفايه بالنسبه لي، لكن بعد ما دخلت المعهد الحقيقه انا زي ما كنت شايفه الكتاب المقدس صوت وصورة، يعني قادرة أشوف الملابس، العادات والتقاليد، قادرة أعرف الناس هناك بتفكر إزاي ودنيتها إزاي. كمان المعهد ألزمني إن أخلص كتاب المقدس اللي أنا قعدت حوالي 10 سنين بقرأ فيه، إن أنا أخلصه بعمق في أقل من سنتين، ودي كانت حاجة حسيته إنجاز بالنسبة لي جدا وكان مفيد جدا. تضمن الاحتفال صلاة عشية وعدد من الكلمات الروحية والتثقيفية عن معهد ماري مرقس لدراسات الكتاب المقدس ومعهد الرعاية والتربية، وتضمن الاحتفال تكريم الخريجين وإعلان الفائزين بالمراكز الأولى بالمعهدين. سعيد النهاردة أن أنا شارك في احتفال تخريج أول دفعتين لمعهد الرعاية والتربية فرع 6 أكتوبر، ونشكر ربنا أن معهد الرعاية والتربية ليه 42 فرع في 42 إبروشية داخل مصر، والنهاردة تحت رعاية سيدنا الحبيب نيافة الأنبا دوماديوس بتتخرج أول دفعتين من فرع المعهد بستة أكتوبر، وإن شاء الله بنعمة ربنا الحفلة اللي احنا فيها النهاردة حفلة فرعية، هيكون لينا حفلة شاملة لكل الفروع وللخريجين كمان في القاهرة، تبقى فيها كل الخريجين ويستلموا الشهادات من يد قداسة البابا تودروس الثاني أطال الله حياته. بهني الخريجين النهاردة بدراستهم في المعهد، بتمنى لهم المزيد والاستمرار في الدراسة والبحث، وإن شاء الله بنعمة ربنا يكونوا أغصان مثمرة في الكرمة المقدسة، وربنا يستخدمهم لمجد اسمه أكتر وأكتر. معهد ماري مرقس لدراسات الكتاب المقدس ومعهد الرعاية والتربية بيقدموا كل ما يحتاجه الدارسين في معرفة ودراسة الكتاب المقدس، وكمان إعداد الرعاة في الكنائس من كهنة وخدام عشان يكونوا خدام مثمرين. مريم رفعت، سي تي في.
نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر ترأس يوم الخميس اللي فات القداس الإلهي قام برسامة فيه 200 شماس بكنيسة القديس الأنبا شنود رئيس المتوحدين بالغردقة، وشارك مع نيافته الصلاة أباء كهنة الكنيسة. نيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لقطاع كنايس شبرا الشمالية افتتح يوم الخميس اللي فات عيادات المركز الطبي لكنيسة الشهيد ماري جرجس في خمرواي، ويشارك في الحضور حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية للمحافظة، وعدد من نواب شبرا ومسؤولي محافظة القاهرة وممثلي حزب مستقبل الوطن. بعد الفاصل مشاهدينا هقابل حضراتكم وأخبار الكنيسة في المهجر، خليكم معنا. برحب بحضراتكم مشاهدينا وأخبار الكنيسة في المهجر. كاتدرائية القديسة العذراء مريم بأمستردام عملت النهاردة احتفالية بمناسبة العيد السنوي 37 لتأسيسها، وصلى الأنبا أرساني أسقف هولندا القداس الإلهي، وشاركوا كهنة الكاتدرائية وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب القبطي. وخلال القداس ألقى نيافته كلمة روحية بعنوان الكنيسة أمنا، اتكلم فيها عن عمل الله الواضح في الخدمة خلال السنة اللي فاتت ومنذ تأسيس الكنيسة القبطية بهولندا عام 1985. وبعد صلاة الصلح أتم نيافته طقس رسامة شمامسة من أبناء الكنيسة في رتبة إبسالتس، ومجموعة تانية برتبة أغنستوس، ومجموعة تالتة في رتبة إبدياكون، واللي كان وسط فرحة شعب الكنيسة. تابع. احتفلت كاتدرائية السيدة العذراء مريم بأمستردام يوم الأحد الموافق 9 من شهر أكتوبر، وده كان بمناسبة العيد السنوي لتأسيسها، حيث صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني أسقف هولندا القداس الإلهي بحضور كهنة الكاتدرائية وخرس الشمامسة وعدد كبير من شعب الكنيسة. وبعد صلاة الصلح تم نيافة الأنبا أرساني طقس صيامة شمامسة من أبناء الكنيسة في درجة الإبسالتوس، ومجموعة تانية في درجة الأغنستوس، ومجموعة تالتة في درجة الإبدياكون. احتفلنا النهاردة بالعيد السنوي للتأسيس الكنيسة هنا في العدرة في أمستردام، وبنفتكر اليوم اللي احنا جينا فيه زمان سنة 85 وابتدينا الخدمة في هذا المكان، وكانت دي بالنسبة لنا أول فرحة لأن ابتدينا فيها الخدمة في كل هولندا. ما كانش عندنا غير الكنيسة دي، قعدنا سنين ما لناش غيرها، وكان كل شعبنا من كل هولندا بيتجمع في الكنيسة ديت. ولكن نشكر ربنا على النمو اللي حصل في الكنيسة بعد كده، وبقى عندنا تقريبا في كل محافظة من محافظات هولندا كنيسة، وفي أباء كهنة مباركين بيخدموا، واتسعت الخدمة وكبرت نشكر الله. في اليوم ده من كل سنة الحقيقة سيدنا بيجمعنا علشان نحتفل بعيد ميلاد الكنيسة، أو بالأحرى عيد تأسيس الكنيسة، وهي أول كنيسة قبطية في هولندا من سنة 85. وسيدنا جه بمجرد ما وصل هولندا في خلال شهرين ثلاثة كان مأسس لنا الكنيسة، وهي كانت الثمرة والمنارة اللي انتشرت من خلالها الخدمة والكنائس في هولندا كلها. عايز أقول عن الخدمة اللي بيعملها سيدنا والتعب اللي بيتعبه، شفناه في 37 سنة بصراحة ما كانش الواحد ينتظر انه يحصل حاجات زي كده، حاجات جميلة جدا. وبعدين اهم حاجة ما في الموضوع المركز الثقافي ده، لانه المركز الثقافي حسيت انه جمع كل شبابنا وكل الكنائس فيه. ليه؟ لانه بيدي خدمات غير عادية. احنا مبسوطين قوي وبنشكر سيدنا لكل اللي هو بيعمله لنا، ان هو بيجمعنا احنا وكمان كل الكنائس الأبروشية، وان احنا النهاردة جينا عشان نحتفل بالكنيسة. وبعدها اتجه نيافة الأنبا أرساني مع الشعب المبنى المركز الثقافي امام مبنى الكنيسة، حيث افتتح نيافته السوق الخيرية. كمان كان فيه برامج ترفيهية وتعليمية للشباب والأطفال. وفي نهاية اليوم احتفل الجميع بإقامة شمعة جديدة في عمر الكنيسة. من كاتدرائية السيدة العذراء مريم أمستردام هولندا، كان معكم نشوى فرانسيس، سي تي في. برحب بحضراتكم مشاهدينا وأخبار الكنيسة في الصحافة، واللي هنبدأها من جريدة وطني ليوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر تحت عنوان
البابا طقدروس يعلن عن لقاء بطريرك الكنائس الأرثوذكسية للشرق الأوسط بالقاهرة الأسبوع المقبل. قداسة البابا طقدروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أعلن عن لقاء قريب للأباء بطريرك الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الأسبوع اللي جاي، وأشار إلى أن اللقاء ده بيتعمل بشكل دوري كل سنتين، وده كان في ختام عظة قداسته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي اللي اتعمل امبارح بالليل في كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وعن لقاء الآباء البطارقة قال قداسة البابا: الأسبوع القادم سيزورنا قداسة البطريرك الانطاقي مار إغناطيوس إفروم الثاني وأيضا الكاثوليكوس أرام وهو بطريرك الكنيسة الأرمينية، وهذا اللقاء يسمى لقاء الثلاث أباء البطارقة في منطقة الشرق الأوسط في الكنائس الشقيقة. وأضاف: والكنائس الشقيقة هي اللي بنسميها أورينتال، هي ست كنائس في العالم: الأقباط والسوريان الأرمن والأحباش وكنيسة إريتريا وكنيسة الهند، وهي دي الكنائس الشرقية القديمة، وسنتقابل نحن وثلاثة منهم. وأوضح: وهي مقابلة بتتم مرة كل سنتين نتبادل أخبار كنائسنا وندرس علاقتنا بالكنائس التانية ومناقشة الترتيب لاجتماع بطريرك الكنائس الأورينتال الستة. وهذا لقاء مهم، وأعرب قداسته عن ترحيبه باللقاء قائلا: يباركنا زيارة هؤلاء الأباء البطارقة وفرصة طيبة أن نود بعضنا البعض. واللقاء من المفروض أن يتم مرة في القاهرة ومرة في بيروت ومرة في دمشق، ولكن نظرا لظروف الحادثة في سوريا ولبنان لذلك يتم تكراره في القاهرة بعد أن توقف أثناء جائحة كورونا طوال السنتين اللي فاتوا. وأعلن قداسة البابا عن توقف مؤقت للاجتماع الأسبوع اللي جاي واللي بعده الموافقين 19 و 26 أكتوبر ده، وبنعمة ربنا يعود الاجتماع في أوائل نوفمبر. مشاهدينا، دي كانت أهم أخبارنا، فكر حضرتكم مرة تانية بأهم العناوين. قداسة البابا طقدروس الثاني يشارك في حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية وكلية الشرطة. قداسة البابا يفتتح العام الدراسي الأول لمعهد الكتاب المقدس بإسكندرية. قداسة البابا يشهد عرض مشروع خادم بكرة بإسكندرية. شكرا لكم مشاهدين على حسن متابعتكم، أقابلكم الخميس الجاي في حلقة جديدة من نبض الكرازة. أشوفكم على خير.